بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. في جليس احنا ساعات بنستأنس بيه وساعات بنخاف منه حسب الأحوال، حسب ما يكون الواحد فينا فاهم ومدرك وواعي ايه أهمية الجليس ده ليه ولحياته. وساعات الإنسان ما بيبقاش عارف يعمل ايه في الجليس ده، فممكن يخلي حياته متكهربة، طول الوقت عنده مخاوف، طول الوقت عنده قلق، طول الوقت عنده إحساس بإن في حاجة مش صحيحة في حياته. الجليس ده بالذات لازم نتعامل معاه باتزان. لو تعاملنا معاه بأي نوع من أنواع المبالغة أو عدم الوعي ينقلب على طول لضده. الجليس ده إيه؟ إيه الجليس اللي هو مهم في حياتنا قوي كده ولكن عشان نتعامل معاه لازم نتعامل معاه بالاتزان؟ الجليس ده هو محاسبة النفس. محاسبة النفس ده من أهم الجلساء اللي احنا ممكن نقعد معاه وممكن يطول الوقت معاه، بس أهم حاجة ما يكونش فيه مبالغة وما يكونش فيه عدم اتزان. وعشان نكون متزنين واحنا بنتعامل مع محاسبة النفس كنا لازم نروح للخبراء. ومعانا الدكتورة إيمان صبري اللي في الحقيقة هي عندها باع طويل في التعامل مع تطوير الذات والتعامل كمان مع كل هذه الموضوعات المهمة في تعاملنا مع ذواتنا. ازاي حضرتك يا دكتورة إيمان؟ ازاي حضرتك يا دكتور عمرو؟ ميرسي والله، يعني شرف لي ان انا ابقى مع حضرتك في الحلقة. الله يبارك في حضرتك. احنا عشان الموضوع دوت فيه فروق دقيقة عايزين نبتدي على طول بسؤال عن الفرق بين محاسبة النفس وجلد الذات. اوكي، محاسبة النفس زي ما حضرتك قلت عليها وتفضلت انها من الناس المهمة قوي اللي احنا بنحب نقعد معاها، اللي هي النفس. بس من الحتة اللي انا يعني بدربها اللي هي طريقة التفكير بتاعها عشان نبقى رحماء كمان بنفسنا، هو احنا لازم نسأل سؤال الاولاني، هو احنا ليه بنحاسب نفسنا؟ صح. فدايما الانسان لما بيجي يحاسب نفسه بيبقى هو عايز شخصيا يتغير او يحقق جول، هدف هو نفسه يخس او نفسه يبقى مقدام على الحياة، عنده مثلا حياة اجتماعية وهو بيكسب جدا، او نفسه يبقى ملتزم في الوقت وهو ما عندوش التزام في الوقت قوي. فممكن تبقى حاجة جاية من جواه هو نفسه فيها، او ممكن يبقى كمان خايف على منظره لناس مهمة بالنسبة له، سواء مثلا أولاده أو العائلة بتاعته، دي حاجة بتهمه برضو من القيم بتاعته اللي بتهمه كعائلته. ففور اكزامبل مثلا ممكن واحد يبقى ثمين أو يعني تخين وعايز يخس عشان يلعب مع أولاده ويتنطط ويروح ويجي أو السيدة أو كده. فالفاليو أو القيمة دي بتهمه، العيلة بتهمه، أو عايز يلتزم في الوقت ومش عايز يسمع من مديره كلمة، وعايز بالنسبة للموظفين اللي في الشغل يشوفوه كمثل أعلى. فالحاجتين سواء القيمة أو الحاجة اللي أنا عايز أغيرها هي أنا عايزاها شخصيا، أو حد مهم قوي في حياتي عايزه أنا عايز أعملها له. يعني دوت يا دكتورة دي أهم الدوافع اللي بتخلينا في الغالب نحاسب نفسنا، أو أهم الأهداف اللي احنا بنكون عايزين نستعمل فيها محاسبة النفس عشان نوصل للأهداف دي. غير كده أنا هحاسب نفسي ليه؟ يعني أنا حاسب نفسي ليه؟ عايزة أقرب من ربنا، عايزة أصلي، عايزة أعمل أي حاجة. فمن هنا بقى بيجي الكلمة اللي حضرتك قلتها في الأول، إن احنا نبقى زي إيه، ما ينفعش يبقى فيه عملية exaggeration أو عملية يعني حاجة كتيرة أو حاسب يعني أعملها بطريقة مشددة قوي لأن حفلت أو حتضايق. فمن علم النفس بتاعنا ومهارات التفكير وعشان يبقى عندنا سلوك فعال لازم نبقى حبة حبة بالراحة. طب بيبي ستابس. طب يا دكتورة، يعني طب إيه بقى الحدود الدقيقة اللي ممكن نحطها لمحاسبة النفس؟ واحد، إن أنا الأول أحدد أنا عايز أتغير في إيه، أو أشيل إيه، أو أجيب إيه. يعني لأجيب عادة حلوة نفسي فيها لحشيلها، لحعمل هدف معين نفسي فيه، وأبقى حاطط لنفسي إنه بالراحة بشويش
بيبي. يعني بالظبط زي بقول دايما ربنا جعل لنا مثل بنتفرج عليه، الاطفال البيبيهات لما بتتولد هي ازاي بتمشي، فبنقعد يبقى مش عارف يمشي خالص، وبعدين يبتدي يزحف، وبعدين حبة حبة بيمسك في حاجة، وبعدين شوية بيقف، وبعدين بيبتدي يمشي ويقع، وبعدين بيبتدي يمشي and so on. فعايزين ناخد المثل ده ونكون بالراحة على نفسنا وإحنا بنتغير. فلو كل يوم اتغيرنا فتفوتة، إحنا في آخر السنة هنكون اتغيرنا 360 فتفوتة، اللي هي هتعمل حاجة كبيرة جدا معانا. كلام حلو فبالراحة قوي، كلام في غايه الروعه وفي غايه المنطقيه. طب دكتوره، ازاي نعرف بقى ان احنا خرجنا من محاسبه النفس لجلد الذات والوسواس؟ طيب جلد الذات ده اللي هو ان انا ببقى انا يعني شديده جدا 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 على نفسي، بحط لنفسي مجر او مسطره عاليه قوي قوي قوي، ولا اسمح لنفسي بالخطا، ولا اسمح لنفسي بالوقوع. صحيح. فدي حاجه احنا ما شفناهاش خالص في الحياه خالص، ولا موجوده في اي كتاب، ولا موجوده في اي حد وصل لاي حاجه، مش موجوده. فاللي بيعمل كده يبقى فاهم ان هو معرفش هو جايب الموديل ده منين، ده مش موجود عند البشر. انا لازم هغلط ولازم هقع مره واتنين وتلاته عشان اقدر اقوم واعمل الحاجه اللي انا محتاجها. فما ينفعش اقسو على نفسي بطريقه رهيبه، لا ما ينفعش خالص. فهقول برافو، كلنا عايزين، يعني احنا دايما بقول احنا ما كبرناش، احنا كبرنا بس جسمنا كبر، لكن صحيح. كلنا عايزين يتقال لنا برافو، كلنا عايزين يتسقف لنا، صحيح. كلنا عايزين يتقال برافو يا ايمان انت عملتي دي احسن. طيب انا عايزه اقول لحضرتك شيخ عمرو، انا بسال مثلا، شوف طب انا كان نفسي اعمل الذكر ده وما عملتوش، كان نفسي اصلي ده وقمت الفجر، يقول لي ما فيش مشكله عادي كملي، ما فيش مشكله، اقول له ربنا يخليك، يقول لي لا ما فيش مشكله. فبيديني امل رهيب. اول حاجه في ما فيش مشكله دي بيديني الله، ده انا ما بعدتش قوي، ده انا لسه عندي فرصه واكمل وكده. فاحنا عايزين ناخد ان الوقعات بتاعتنا او يعني لما بقع او بعمل اخطاء او ميستيكس، مفيش مشكله كمل، اهم حاجه اكمل، اهم حاجه ما اقولش لنفسي انت فاشل، انت خاطئ، انت مش يعني ده، انت عمرك ما هتتغير، ما ينفعش. لان شكرا يمكن دكتورة إيمان، احنا في غاية السعادة جدا جدا بكل هذه النصائح اللي هي في الحقيقة رسمت طريق في غاية الأهمية جدا جدا، ووضعت خطوط ووضعت ترسيم للحدود ما بين محاسبة النفس وما بين جلد الذات. أنا شاكر لحضرتك جدا جدا دكتورة ربنا إيمان، وإن شاء يخليك الله يا يكون دكتور. لنا لقاءات كتيرة في المرات شكرا يا القادمة إن دكتور. شاء الله. Thank you.